اتكلمنا طبعا عليهم. طبعا هم كانوا اصغر مننا بكتير، انما هم اصغر مننا في السن، انما النقطه اللي تحسب لهم ان هم كانوا مؤدبين جدا 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 معانا، وبيحترموا الناس الكبار جدا معاهم. انما ناس زي ما بقول لك قدموا كل حاجه للنادي الاهلي، وعشان كده حبهم في نفس المنزله مع عمرهم. يعني لما تيجي تقول عماد متعب الناس شوف بتقول ايه، يقول الو كده يمكن يكون حد تعرفه ولا حاجه. الو خرف. الو يا جبل ما يهزك ريح. يا عمده ازيك يا عمده؟ صاحب المقوله الخالده. صاحب المقوله الخالده. ايوه ازيك يا عمده؟ كابتن اسلام الاخبار؟ ازيك ابو البنات وحشنا. الحمد لله وانتم كمان وكل سنه وانتم طيبين. ما ينفعش نتذكر وانت طيب طبعا يا عمده، ما ينفعش نتذكر الايام الجميله دي وما يبقاش فيها عماد متعب. طبعا اصغر مننا بشويه، مش هنقول قد ايه بس يعني ماشي اصغر مننا، ولكن عماد لا ده عماد اكبر مننا يعني بتصرفاته. ماشي كده لا خلي بالك لسه اليوم طويل فيعني. طبعا اولا سعداء جدا بوجودك معانا في عيد ميلاد قناه النادي الاهلي عماد، في بيتك، انا اسف مش في حته لكن ده بيتك، ويظل دائما اسم عماد متعب الحقيقه من الاسماء اللي تظل خالده في تاريخ واسم النادي الاهلي. يعني لو 100 سنه قدام او 100 سنه ورا الناس كلها هتعرف يعني ايه عماد متعب، وهتسمع اسم عماد متعب هتقول ايه الحلاوه دي. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. يعني يعني بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا النادي الاهلي بيتي، و طبعا البيت اللي اتربيت فيه من صغري واللي اتعلمت منه كل حاجه وهو اللي اداني كل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا على المستوى الشخصي محظوظ بشكل كبير جدا 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 ان انا لما طلعت للفريق الاول في النادي الاهلي او لعبت مع منتخب مصر لعبت وسط مجموعه نجوم كبار جدا 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 في الملعب من الناحيه الفنيه وخارج الملعب من الناحيه المعنويه والناحيه النفسيه والناحيه الاخلاقيه. اتعلمت منهم كل حاجه، ان انا اكون موجود مع كابتن وائل جمعه، مع كابتن اسلام الشاطر، مع كابتن محمد بركات، مرور بقى بكل النجوم اللي لعبت معاهم اسامي كبيره وتاريخ كبير، وفي نفس الوقت خارج الملعب ازاي هم بيحتووك وازاي بيتكلموا معاك وازاي بينصحوك. فانا كنت محظوظ يعني. يعني لما بقول لك فعلا انا في خط الظهر في وائل جمعه، لا ده يعني حاجه انا حاططها قدامي وبتعلم منها، هو ازاي ملتزم وازاي بيتمرن وازاي بيحترم اللعيب الكبير ويحترم اللعيب الصغير. في ظهره عصام الحضري، مرور بقى بنص الملعب اللعيبه اللي كانت موجوده بالمهاجمين. انا كنت محظوظ على المستوى الشخصي، كنت محظوظ بشكل كبير جدا. بقول لك يا عماد ده لسه بينام الساعه 8. انا بقول له انت وبدركه، بقول لك ايه والله العظيم تصدق انا بقول له دلوقتي ايه، بقول له طب انتوا بتناموا هناك الساعه كام؟ يعني عماد من فريق الليل معاك برضه. عماد فريق الليل بس ما كانش بيجي لنا برضه، خلي بالك ما كانش بيجي لنا الاوضه انا وشادي وبركات. انت الاوضه بتاعتكم دي ممنوع الاقتراب. فعماد برضه كان من فريق الليل، بس الليل اللي قبل يعني 3 2 3 يعني اول الليل. خفاش 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 برضه لسه بيناموا لغايه دلوقتي يا عماد. كان وائل جمعه بينام واحنا كل لسه بنصحى. يعني كنت لسه بقول له الاوضه، يعني كان هم 4 5 اوض يا جماعه جنب بعض، انا وبركات وشادي مع بعض دايما، وعماد وعماد النحاس ووائل جمعه وابو تريكه ومتعب ومعانا الناس دي، بتبقى 5 6 اوض ورا حوالين بعض في دور واحد، فمعروف الاوض اللي ما نعديش من قدامها. يعني كانت ايام جميله عماد، وستظل دائما نذكرها. لكن وائل كان في التمرين بيعمل فيك ايه؟ طيب قول لي. لا وائل كان بيضربني كميه ضرب في التمرين، يقول لي معلش. بقول له حصل معلش. بص يهرق ومتعه حياته ان هو يضربني ويضحك. ليه؟ اقول طب بتضحك على ايه؟ يضربني ويضحك عادي جدا جدا. فاكر وشه كان عامل ازاي؟ تحس ان انت يعني مفيش حاجه حصلت، يعني ايه يا عم في ايه؟ كنت بجهزك للعب الافريقي يا عمده. والله العظيم زي ما بقول لك يعني على طول، حتى واحنا بنهزر يقول لا لا ما عشان تتعود. اقول له طب احنا في تمرين، انا هتعود ليه؟ يعني كنت بتعمل كده ليه يا وائل فيه؟ هو ستايل لعب واحد يا اسلام، انا ما كنتش بفرق يعني، تمرين عندي بالنسبه لي زي المباراه بالظبط. فعماد ما كانش فاهم كده في الاول. على ما فهم كده بس عماد كان خلاص استوى. ما حصلش حاجه استوى. كان استوى. لا كان استوى من الضرب، انما عماد بصراحه يعني هو بيقول ان هو كان محظوظ من ان هو لعب معانا. لا احنا محظوظين ان موهبه عماد دي طلعت معانا. مش لاقيين حد كده يعني زمان. موهبه عماد دي طلعت معانا اسلام صراحه، واحد من الناس اللي اضافوا لينا، وكان واحد من الناس بقول لك الحل المميز. كان معانا فلافيو وعماد
الاثنين بيكملوا بعض بشكل كبير جدا، وانا بالنسبه لي هم من اخطر الثنائيات اللي الواحد مرت على الواحد في الكوره. اثنين انت كلاعب او كمدرب تحب ان الاثنين دول يكونوا موجودين معاك. لو طبعا انا مش هفكر الناس بتاريخ عماد، انما مواقف كتير جدا عماد حلها لنا بالموهبه اللي عنده هو والتفاهم اللي بينه وبين فلافيو. وواحد من الاكتشافات اللي تحسب لمستر مانويل جوزيه انه اداله الثقه واداله الفرصه انه يكون موجود، وهو ما خذلوش بصراحه، وكان دايما بيراهن على عماد، وعماد ما كانش بيخذله ابدا، دايما بيتحط هو وعاشور الذين يتحطوا نمره واحد وبعد كده كان بيحبكم قوي يا مستر مانويل يا عماد. ما بص يعني هي الامور لما ربنا بيسهل لك الدنيا في الاسلام بيسهلها لك مره واحده، يسهل لك ان انت تطلع في وقت مميز، تطلع مع نجوم كبار بتتعلم منهم كل حاجه، مع مدير فني محترم يعني كل الحلول وكل المعلومات اللي انت محتاجها وبيديك الثقه الكامله، فبيخليك العوامل دي كلها انك تكون بتلعب وسط نجوم كبار، فانت لازم تموت نفسك عشان تحافظ على مكانك او يبقى ليك مكان اصلا في الفرقه. ثاني حاجه المدير الفني لما يديك ثقه انت بتحاول ما تخلوش للحظه يقول انا غلطان ان انا اديته الفرصه دي او ان انا لا هو ما كانش يستاهلها، فالفرصه في النادي الاهلي لما تجيلك لازم تمسك فيها بايديك واسنانك. الحمد لله العوامل دي كلها ساعدتني سواء في منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب وكابتن حماد صيدي، او مع النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه. عماد، من اهم ذكرياتك مع وائل في الفتره اللي انتوا كنتوا متواجدين فيها في النادي الاهلي، تفتكر ايه من ذكريات حلوه؟ طبعا حلوه، يعني يقول له ايه رايك في عزومه السمك اللي كانت في الجونه؟ تعالوا كده ايه رايك في عزومه السمك اللي كانت في الجونه؟ عماد من الصيادين الكويسين طبعا. كان يجيب الصندوق السمك كده ويقوم باعت لي. انت عارف ان انا عرفت ان هو كان بيشتري السمك من بره؟ هو شكله كده كان بيتفق مع حد يجيب له السمك ويجي يصوره بالسمك وهو ماسك السمك كده ويقول لك انا اللي صايد وانا اللي عامل. دي اخرتها دي. المهم كنتوا بتعملوا الاكل ده فين يا عماد؟ لا احنا كنا في معسكر، كان عندنا ماتش في الجونه على ما اعتقد، وربنا كرمنا وكسبنا، وبالليل عملت كده عزومه كنت المفروض ان انا اعملها على الضيق. كنت انا ووائل جمعه وكان ابو تريكه ومش فاكر كان مين، كان محمد، كان مش فاكر مين معانا تاني. امال انا كنت فين؟ كان محمد شوقي باين. امال انا كنت فين يا ابني؟ مش متذكر مين بالظبط. ماشي. وبعد كده اتقلبت بقى الحرب بعد كده. حرب؟ ايه اللي حصل؟ لا ما اتكشفنا طبعا، ريحه السمك طلعت في الاوتيل، فاللعيبه كلها بالناس اللي كانت موجوده عملوا هجوم غير طبيعي. بس ما تقلقش، كان وائل جمعه عامل الواجب يعني. عمل ايه؟ خلص كل الاكل طبعا. لا كان يوم حلو طبعا. حاجات كتير بصراحه. بصراحه بقول لك يا اسلام، كانت روح حلوه جدا في المجموعه كلها، كل اللعيبه بصراحه كانت نماذج انت تحب تكون موجود في وسطها. بصراحه يعني بغض النظر عن العمر، انما كان في احترام وكان في حب، ما كانش في مشاكل ابدا بيننا وبين بعض في الملعب، كلنا كنا واحد يعني. ولما كان بيحصل اختلاف بيننا وبين بعض كان دايما بيخلص في اوضه اللبس، ما تلاقيش. ما اتخانقتش مع متعب قبل كده؟ لا ما اتخانقتش مع متعب، لان متعب ما يقدرش يتخانق معايا. اللي اتخانق معايا مره سيد معوض. ازاي معوض؟ سيد معوض. ازاي؟ انا نفسي اعرف ازاي متعب لو شايفنا ازاي؟ يعني ازاي؟ بالمسرحيه الشهيره بتاع ما تقدرش. ايوه بالظبط. فاكر يا متعب لما كنا مثلا في المنتخب وكان عمرو زكي بيبقى معانا، انت عارف عمرو طبعا، عمرو من اخف الدم اللي اتقابله في حياته. فعمرو كان يقعد يلعب مع سيد، يلعبوا الطاوله ويلعبوا الحاجات الالعاب اللي بتبقى في المعسكرات دي وبتاع. فعمرو سيد يكسب عمرو، يلعبوا بلاي ستيشن والكلام ده. فيكسب، وعماد بيبقى قاعد معاهم. سيد يكسب عمرو، فطبعا عمرو مش هيسيب سيد، فسيد يبقى عايز يمشي ويسيب الاوضه، فيحكم على سيد بايه؟ ايه؟ نبقى قاعدين. فاكر يا عماد؟ فاكر طبعا. يقول له سيد هتطول الستاره. طبعا سيد قصير. فاهم؟ فسيد مستحيل يعني مش مستحيل هيطول الستاره، يفضل قاعد يلعب لغايه ما عمرو يكسبه ويمشي. فبقول لك انا اجواء بتبقى يعني حلوه بصراحه. الواحد بصراحه كل ما افتكر اللحظات دي يعني بيقول يعني الحمد لله ان احنا عشناها وعشناها ببطولات كمان يا اسلام، فاهم؟ طبعا بفرحه. عماد، بعد ما شفت الصور بتاعت غرف خلع الملابس اللي تم انشائها حديثا في النادي الاهلي، ما نفسكش كده يعني؟ ما جاش في دماغك؟ انا قلت للكابتن خطيب، قلت له بقول لك يا كابتن اعمل لي عقد كده وحاجه ببلاش، مش عايز. والله العظيم هو ده اللي كنت بقوله.
بعيد عن بعيد عن اي حاجه ترجع تلعب كوره تاني باي شكل من الاشكال. ولما تشوف بقى الحاجات الجديده والاشكال الجميله والحاجات اللي انت كنت بتتمناها وانت بتلعب انها تبقى موجوده دلوقتي، فده بيخليك نفسك يعني تكون موجود في ارض الملعب وتدخل اوضه اللبس اللي موجوده بالشكل ده وبالاحترافيه دي وبالجمال ده، نفسك تبقى موجود في الاحداث دي كلها. لكن في الاخر يعني ده شرف لاي حد انتمى للنادي الاهلي او كان موجود في النادي الاهلي ان يشوف النادي بتاعه مع البطولات والانجازات والامكانيات اللي موجوده انك توصل كمان لمراحل تطويريه وانشائيه داخل النادي مثلك مثل الانديه الكبيره اللي موجوده في العالم. ايه رايك يا وائل في عماد متعب كمحلل؟ كويس طبعا عماد، يعني لو عماد ما اتكلمش في الكوره مين هيتكلم في الكوره يا اسلام؟ او ده اللي نفسه يوصل للناس. لا لا طبعا لا طبعا، السؤال يعني السؤال لازم يتشال اللي هو الجمعه، انت كنت تتوقع ان عماد يبقى محلل؟ هي دي النقطه. طب كنت تتوقع؟ طب سيبني اكمل المايه شويه. طيب كنت تتوقع ان عماد متعب يشتغل محلل؟ طبعا احنا لعبنا اسلام وعندنا تاريخ كبير جدا وكله بيتعلم، يعني عماد قدامه مستقبل طويل لسه وفي البدايه ومفيش حد بدا يعني فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه طبعا، فطبيعي ان انت مع الشغل ومع الاستمراريه هتلاقي نفسك اتعلمت وتابعت حاجات كتير جدا وشفت حاجات كتير جدا واستوعبت يعني ايه تبقى في مكان وبتتكلم بشكل احترافي. انما في النهايه احنا بتاريخنا ده كله اسلام يعني لازم تتكلم في الكوره، مش معقوله بعد يعني لما بطولاتك دي كلها ما تتكلمش في الكوره يعني. انما الميزه ان انت تتعلم وتتطور وتقرا كتير وتشوف كتير وتتابع كتير، فانا ليه لا، لو مع زي ما بقول لك في الاول عماد لو ما اتكلمش مين هيتكلم في الكوره يعني؟ صح. احترامي لناس كتير جدا، انما اللي زي عماد ده ده عنده راي، اصل انا بتفرج دايما على عماد عنده راي وعنده لا يعني بيدي انا بقول لك يعني يعني حتى لو ما اتكلمتش كتير وما ذاكر انما اللي انت بتقوله ناس بتاخد عارفه تاريخ عماد عامل ازاي كلاعب وراجل خاض التجربه وراجل لعب وادى وظهر بشكل معين في 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 بطولات كتير جدا، فكلامه مسموع طبعا. واللي هيقول بيتكلم باحساس لاعب الكوره اللي هو كان حاطط نفسه في الموقف ده. صح. انما كتطور شغل اكيد كل ده هيجي مع الوقت مع صح. اكتساب الخبرات مع بتعلم كل يوم بتعلم. طبعا طبعا طبعا. عمده انا دايما ببقى سعيد لما بسمع صوتك وانت عارف، وكل جمهور النادي الاهلي دلوقتي يعني انت لو مش متخيل على تويتر الناس عامله مظاهره حب طبعا في وائل جمعه وطبعا فيك، لانه هتظل دائما رموز في النادي الاهلي، عملته كتير وفي مصر كلها الحقيقه، لكن عملته كتير في النادي الاهلي ويظل اسمكم دائما محفور في قلوب كل الاهلاويه يا عماد، وشرفتنا ونورتنا وكل سنه وكل ودايما كل الاهلاويه وكل اللي بيتابعوا قناه النادي الاهلي طيبين. طيب يا كابتن اسلام، وانا بتشرف طبعا لما بتكلم معاك وموجود معاك وكابتن وائل جدا جدا. شكرا يا عمده حبيبي، ما شفتوش والله، يعني انا مبسوط ان احنا اتكلمنا النهارده، ويمكن انا بالنسبه لي الفتره دي كانت احسن فترات حياتي سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وحققنا الحمد لله فيها انجازات نفخر بيها قدام ولادنا وقدام جمهورنا وقدام نادينا، ونتمنى ان شاء الله مزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا، نورت بيتك يا عمده. النجم عماد متعب في مداخله، الحقيقه المداخلات دي بتفكرنا بحاجات بنقعد